مهمه، مباراه مهمه، مباراه صعبه، بتلعب الغريم التقليدي، عايز يعكنن عليك، عايز يكسبك، ده طبيعي جدا وده حقهم الحقيقه، عايزين يكسبوا وعايزين يعكننوا على جمهور النادي الاهلي. يقول لك احنا عموما، انا من وجهه نظري ان مفيش حاجه اسمها عكننه، حتى لو ايه اللي حصل. هقول لكم ليه دلوقتي، لانه في النهايه الدوري العام انتهى، والدوري العام انتهى لصالح مين؟ مش سامع. الدوري العام انتهى لصالح مين؟ ها؟ المره رقم 41 للي كل الناس اللي كانت بتتكلم ابتداء من شهر 1 يناير 2019 لغايه دلوقتي، لكل الناس اللي كانت بتتكلم، سمعتوا الناس كلها هنا في كل في طوال الايام اللي فاتت في القناه بتعدد لحضراتكم مين قال ايه ومين عمل ايه. لكن لكل الناس اللي كانت بتتكلم، هو مين اللي فاز في الاخر بالدوري؟ حد يقول لي اسمه ايه النادي اللي فاز؟ الاهلي صح؟ مش نادي اخر. لكل الناس اللي كانت بتتريق وبتتحدى وبتهجس في الكلام، النادي الاهلي هو بطل الدوري العام رقم 41 في ظل كل الصعوبات اللي اتعملت والعراقيل اللي اتحطت قدام النادي الاهلي. لكن عندك مجلس اداره، مجلس اداره محترم ومجلس اداره قوي، عارف بيعمل ايه وعارف بيفكر ازاي وعارف هيعمل ايه خلال الفتره اللي جايه. وكل شويه هكررها لحضراتكم عشان بياخدوا الكلام، بيركبوا فيديوهات على فيديوهات كده وبيحطوها لكم، ما تقلقوش ما تقلقوش، كل اللي مطلوب من الجهاز الفني من صفقات على الاقل ثلاث ارباعها موجود في النادي الاهلي او ماضي في النادي الاهلي على الاقل، ان ما كانش اكتر. انا بتكلم على حسب معلوماتي، وانا عارف ان انا ممكن، لكن انا بتكلم اللي انا عارفه. فمش عايز حضراتكم تقلقوا، مش عايز لعيبه النادي الاهلي يقلقوا، هيفضل جمهور النادي الاهلي وراكم مهما كانت الظروف ومهما كانت الاسباب. وكره القدم للمره المليون ثلاث نتائج، مكسب وتعادل وهزيمه، هي دي كره القدم، هو ده اللي اتعلمناه. احنا بنسعى لشيء واحد، ان احنا نكسب. تكسب ازاي؟ ببذل المجهود اللي انت تقدر عليه كلاعب. باك رايت مثلا بيموت نفسه في الناحيه الهجوميه ويرجع في الناحيه الدفاعيه، ستوبر في الناحيه ان هو ازاي يمسك الراس حربه وازاي في نفس الوقت ياخد كل الكور العاليه، وكل واحد في مكانه بقى. النتيجه دي بتاعت ربنا، مش بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاعت حد. ومهما اتعمل ومهما اتقال، النتيجه معروفه عند ربنا يعني. فكل اللي انا بقوله لحضراتكم، عايزين نركز مع بعض خلال بكره ان شاء الله، اللاعبين مركزين اقصى تقدير يقدروا يركزوه. صدقوني انا بقول لحضراتكم الكلام ده، وهي رساله موجهه من معظم اللاعبين لحضراتكم، ما تقلقوش، احنا مركزين جدا. فرحنا واتبسطنا، مفيش مشكله خالص، فرحنا واتبسطنا خلال الايام الاولى، اليومين اللي بعد المباراه، ولكن عندنا مدير كره محترم الحقيقه سيد عبد الحفيظ، وقف قال يا جماعه كده انتهى خلاص، عندنا ماتش يوم الاحد، ماتش هيتحط بس ايه كاحصاء، احنا خدنا الدوري ولكن الماتش ده هيتحط كاحصاء، ان مباريات الاهلي والزمالك عارفين بقى الاحصاءات اللي عليها، يعني احصاءات كتيره جدا وحاجات كتيره جدا كل الناس بتتكلم فيها، فانا مش عايز اتكلم في الاحصاءات دي لانها فروق كبيره جدا جدا الحقيقه.